أهلا من جديد، صباح الخير لكل المشاهدين. هذه الفقرة موجهة للأسرة، للطفل تحديدا، حماية الطفل، كل الجهود اللي تبذل لدائما التأكد من أنه طفلنا يعيش في كنف أسرة مستقرة ويعيش في مجتمع لا يشكل أبدا أي تهديد عليه وأي مشاكل يعني تذكر سواء كانت في مدرسته أو في أسرته أو بين أقرانه. والجهود حقيقة كثير كبيرة، من ضمنها جهود المجلس الوطني شؤون الأسرة وأيضا مؤسسة نهر الأردن ممثلة بمركز الملكة رانيا للطفولة والأسرة. اليوم نحب نحكي عن هاي الشراكة ونحب نحكي عن دراسة مسحية قاموا فيها هاتين الجهتين. هذه الدراسة يعني عن خطوط الدعم للأطفال، سنتحدث عنها أكثر وسنعرف تفاصيلها من خلال الأستاذ حكم مطالقة واختصاص رئيس الحماية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة. صباح الخير أستاذ حكم. علا العمري وهي مشرفة الخط الساخن الموجود في مركز الملكة رانيا، مش هيك؟ مؤسسة نهر الأردن. أهلا وسهلا فيكم. ويعني إحنا نحب كثير نعرف تفاصيل هذه الشراكة، وأكيد من خلالكم رح نعرف أكثر وناخذ تفاصيل أكثر. أهلا بكم. أهلا وسهلا. يعني أستاذ حكم، احنا نتحدث على دراسة مسحية أجراها المجلس الوطني شؤون الأسرة، دراسة مسحية عن خطوط دعم أو خطوط مساعدة الأطفال ودعمهم وبناء قدراتهم بشكل عام. نحكي عن مبررات الدراسة والعينات اللي عملتوها، وقد يكون 110 نموذج لهذه الدراسة. إلى أي مدى هذه الدراسة رح يعني ستفضي للقادم فيما يتعلق بدعم الطفولة والطفل بشكل عام؟ بداية كل شكر والتقدير لكم على جهودكم وعلى استضافتنا في هذا اليوم. بشكل أساسي يعني جاءت الدراسة هي ضمن منظومة العمل اللي عم نشتغل فيها في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بنهج تشاركي مع كافة المؤسسات الوطنية التي تعنى بشؤون الأسرة بشكل عام وبحماية الأسرة والطفولة بشكل خاص. بداية هذه الدراسة جاءت استمرارا للجهود الوطنية التي تبذل في مجال توفير بيئة آمنة وداعمة للأسرة للقيام بدورها بشكل أساسي لتنشئة أطفالها وتربيتهم ضمن بيئة آمنة توفر كافة احتياجات وتلبيها بشكل كامل. الدراسة بشكل أساسي هي دراسة مسحية للخطوط الدعم الطفل والأسرة على مستوى وطني. بشكل أساسي هذه الخطوط هي تعتبر أحد الوسائل والأدوات التي تستخدم على مستوى العالم وعلى المستوى الإقليمي والوطني لتوفير الاستجابة الفورية والدعم المباشر للأسرة وأفرادها والطفل بشكل خاص. كثير من الأحيان قد يتعرض الأطفال وأسرهم لعدد من المواقف التي تحتاج فيها إلى استشارة ومشورة مباشرة، بحيث أنه تتلقى من خلال هاي الاتصال بهذه الخطوط المعلومات والمهارات اللي ممكن يتعاملوا فيها مباشرة مع الموقف اللي ممكن مقدمي الخدمة اللي هم تمام بشكل مباشر انه يساعد الأسرة والطفل على التعامل مع الموقف. صح. اللي قد يخط يعني بكثير من الأحيان ممكن يكون شكل خطورة او يعني آثار سلبية على الطفل وعلى الأسرة. هذه الدراسة جاءت حتى نتعرف على مدى انتشار هذه الخطوط على مستوى وطني، آليات ومنهجيات العمل اللي عم تتبعها، الانتشار الجغرافي اللي عم تغطيها هذه الخطوط، طبيعة الشراكات عم تبنيها هذه الخطوط مع مقدمي الخدمات الآخرين على مستوى وطني، قديش في على أرض الواقع في تنسيق وفي منظومة متكاملة عم تضبط عملية الخدمه اللي عم تقدمها بعد هذه الشكوى. يعني هو انا بحيي الجهد المشترك بيناتكم، لانه انتم كلاكما رح تستفيدوا اكيد من هاي الدراسه المسحيه، انتم لتطوير خدماتكم تتعلق بهذا الخط، وايضا انتم لرسم سياسات واستراتيجيات ايضا لخدمه الشريحه اللي لها علاقه بالاسره والاطفال. بالنسبه لهذا الخط يعني انا بجوز والمشاهدين قدروا انهم يطلعوا من خلال حلقات سابقه على هذا الخط وقديش هو أصبح يعني حتى يعني مألوف عند المجتمع نوعا ما، ولكن قديش استفدتوا من هذه الدراسة المسحية؟ شو هي أهم النقاط اللي بتحاولوا أنه الآن تعدلوها أو تطوروها على طبيعة عمل هذا الخط الساخن؟ أول شيء بدي أشكركم على الاستضافة. على 110 هو مزبوط قبل شوي طلبته وبدي أشكر المجلس الوطني اللي أخذ على عاتقه يعمل هاي الدراسة المسحية، لأنه بالفعل نحن عندنا خط لكن ما بنعرف كمان كافة الخطوط أو كافة المؤسسات إذا عندها خطوط ولا لا، وكيف يصير في تبادل بالتعاون بيننا وبينهم. تمام. فالدراسة هذه فتحت لنا المجال أن نتعرف على بعض،
اللي عم بيصير بالخطوط انه كل خط او كل مؤسسه عم تشتغل على عاتقها ضمن هاي الخطوط، فما في منظومه واضحه، ما في معايير واضحه تخضع لها هاي الخطوط. فبالتالي المجلس الوطني بدا ببدايه جدا مهمه، وان شاء الله بتكمل هاي البدايه وبصير في معايير وطنيه واضحه. الخط نحن عندنا بيخضع لمعايير دوليه كونه عضو اساسي ب Child Helpline International، لكنه هو ما بيخضع لاي معايير وطنيه داخليه لانه بالاساس ما في معايير. فوجود هاي الدراسة عم بتساعد إنا نعمل معايير وطنية، نعمل منظومة مخاصة فينا لنشوف هذه الخطوط هل تصلح لتستمر وتقدم خدماتها أو إنه بحاجة لتطوير بخدماتها. وخصوصا أنت عم تحكي مع موضوع في غاية الأهمية مع الطفولة أو مع الأطفال ومشاكلهم وقضاياهم. يمكن أنا سألتك ست علا فيما يتعلق بخط 110. إحنا يمكن قبل فترة شفنا اليافطات منتشرة في شوارعنا إنه هذا الخط لدعم الأطفال. الدنيا تغيرت والحياة اختلفت والمعايير يمكن نوعا ما اختلفت بشكل عام، فظهرت مشاكل على الساحة، مشاكل جديدة فيها قضايا تتعلق بالإساءة للطفل والطفولة. أحيانا إحنا كأهالي منحتاج للمشورة والمعرفة فيما يتعلق بالتعامل مع أطفالنا العنيدين، السلوكياتهم شوية هيك منحس فيها شوية غير مضبوطة. فقديش أنتم تتعاملوا مع قضايا وقديش بتحسوا أنه هاي القضايا يعني جديدة على مجتمعنا؟ بس هي موجودة، هي موجودة، يعني خلينا نقول هي مش جديدة لكن بلشت تطلع هذه القضايا على الملأ أو على الساحة. الخط مش معني للطفل بالذات، هو كمان للأسرة قبل ما يكون للطفل. فإحنا مثلا خلينا نقول الشهر الماضي إجانا بحدود 450 مكالمة، من ضمنهم كان 214 مكالمة من طفل و154 مكالمة من أهل. أصبح التنين بحاجة للاستشارة والتنين بحاجة لدعم. الطفل بحاجة ليفهم أمور كتير بحياته، هو مش خط مخصص بالعنف والإساءة. بيقدر يتصل الطفل إذا كان هو عنده مشكلة دراسية، بيقدر يتصل إذا كان بده حابب يعرف تفاصيل عن الحياة، عن نموه وتطوره من ما هو صغير لبعدين مرحلة المراهقة بعد المراهقة. فهاي بوجود في وجود أخصائيين عم بيساعدوا الأهل، كمان عم بيتصلوا فينا بدهم مهارات أساسية يقدروا يتعاملوا فيها مع أطفالهم، خاصة مع الانفتاحية والعولمة اللي عم بتصير، الإنترنت والتفاصيل هذه. فالأهل لا زالوا، في أهل غير مدركين أهمية هاي الجهات، ما بنقدر نخلي الأطفال يستغنوا عن التكنولوجيا، وبنفس الوقت إحنا أهل لازم نكون واعيين كيف نتعامل مع أطفالنا بهاي الطريقة. طب أستاذ حكم، شو النتائج طلعتوا فيها من الدراسة المسحية؟ وقديش يعني كان فيها نتائج هيك لامست استراتيجياتكم أو أهدافكم فيما يتعلق بالدراسة؟ بداية إحنا الدراسة ودات التقييم اللي قمنا فيها بنت على أسس أفضل الممارسات العالمية في مجال تأسيس ونشر هذه الخطوط، واللي هي بتعتمد بشكل أساسي على مدى وجود أسس واضحة ومعايير محددة لتأسيس مثل هذه الخطوط. فاحنا وجدنا يعني حاولنا من خلال هذه الدراسه نعمل مسح للخطوط الموجوده على ارض الواقع، فقدرنا نوصل تقريبا ل 15 خط موجود في المملكه. وحاولنا من خلال هذه الخطوط نتعرف على طبيعه الخدمه اللي عم تقدمها هذه الخطوط ومدى انتشارها، المعايير العاملين اللي عم بيقدموا هذه الخدمه بالخطوط، عدد ساعات تقديم الخدمه، هل هي على مستوى 24 ساعه ام لفتره محدده. فوجدنا من خلال الدراسه فعليا انه لحد الان التجربه، مع انه في عندنا نماذج يعني رائعه على مستوى وطني وفي خدمات عم تقدم من قبل هاي الخطوط، لكن فعليا وجدنا انه ما في لحد الان منظومه تشريعيه ومهنيه واضحه تنظم عمل هاي الخطوط فيما بينها. انا بخاف استاذ حكم، وانتم كمان اكيد بتخافوا، احنا صار عندنا كثير خطوط شبيهه، في خط مخصص للمراه ايضا انتم بتعرفوا، والخط هذا المخصص للاسره والاطفال. احيانا بنخاف تكون شبيهه ببعض البرامج الخدميه في الاذاعات اللي بيقول لك قدام الناس خلي هالمواطن يتصل ويشكي، وما بعد المكالمه لا بتنحل مشكلته، ولا اداره مثلا الاذاعه بتتواصل لا مع مؤسسه ولا مع وزاره ولا مع مسؤول. فانت
انتم اكيد معنيين طرفين انه ما بعد الشكوى يكون في متابعه ناس مؤهلين او من اول واحد بيرد على التليفون يكون مؤهل للحلقه ما بعد الاتصال وما بعد توصيلها لجهات. مرات تحتاجوا تتواصلوا مع الشرطه احيانا مع وزاره التربيه والتعليم احيانا مع وزاره التربيه مع وزاره التنميه الاجتماعيه. فبدها فعلا القصه اللي هذه الدرجه تاهيل لانه هيك بصفي خلص يعني شكل هذا خط شكل وهذا يمكن الخط اللي عم بيمشي فيه خط 110. ما وقفنا بس عن انه الطفل يشتكي او يتصل بده خدمه معينه او الاهل. نحن عملنا شراكات مع معظم الوزارات ومع الامن العام ومع معظم الان جي اوز. هاي الشراكات ضمن ميثاق العهد وقعناها وفي بيننا وبينهم تواصل. أرجوكم خدوا خط 110 بعين الاعتبار وبالجدية اللازمة للتعامل مع الشكاوي اللي بتصدر. فالحالة اللي بتيجي على طول بنحولها احنا للجهة المعنية سواء بدها خدمات تدخل نفسي اجتماعي او بدها مثلا عنف وإساءة مع إدارة حماية الأسرة او بدها صعوبات تعلم. نحن بنحول في عندنا فريق كامل بحول وبتابع الحالة وين عم توصل. فأنا مع انه الخط اذا في وجود خط ما يوقف عند تلقي الشكوى بس لانه ما راح يستفيد الطفل ما الجدوى يعني بده يفش غلو ويحكي لكن بعديه هيك ايش بده يصير بده خدمه يحصل عليها. والاشكاليه الاكبر اللي عم بتصير زي يعني استكمال حكي زميلتي انه يعني وحكيتيها حضرتك انه كثير من احيان التدخل بطريقه خاطئه اثار سلبيه كبيره على سواء على الطفل او على الاسره. واحنا عم نحكي عن فئات مهمشه وبحاجه لدعم وتمكين مباشر طبعا. فمن هون اجت الفكره انه حاليا لابد من ايجاد اطار تنظيمي بياكد على انه مش اي جهه هي مؤهله انها تحكي مباشره والله انا عندي خط ومستقبل. لا لابد انه يكون في معايير واضحه واسس وترخيص وفي متابعه ورقابه على هذه الخدمات والقائمين حتى نضمن الاستدامه بشكل اساسي. يعني احد المؤشرات اللي وجدناها انه كثير من الخطوط لا تمتلك آلية ورؤية واضحة مستقبلية للاستدامة تعتمد كثير من الأحيان على التمويل. أنتوا أعطيتوا توصياتكم بهذا الموضوع؟ أعطينا توصيات لا أرجوكم أن تسكروا مثلا. لا حاليا إحنا ما حاليا الهدف الدراسي هو تقييم الواقع وليس تقييم الخطوط بشكل معرفة حتى نقدر نحط الخطة التنفيذية المستقبلية. وإحنا كمجلس وطني شؤون الأسرة إحنا بنشتغل بشكل تشاركي بين وهدفنا بشكل اساسي اللي هو رفع يعني تعزيز منظومه الحمايه على مستوى وطني. حاليا الخطوط الموجوده يعني في منها خطوط لها باع طويل. صعب انه نيجي نحكي انه والله سكروا حاليا. لا حاليا قبل ما احكي انه سكروا او وقفوا لابد انه اوجد المعايير واوجد الاليه والمنهجيه حتى نحاول الاستمراريه بما انه بالنهايه هاي الخطوط يعني بحاجه لمرجعيه حتى تضبط عملها. فيعني احنا ورشه العمل معايير بتشبهنا معايير بتعرف خصوصيه مجتمعنا بتعرف طفولتنا بتعرف نسائنا بتعرف رجالنا ومجتمعنا. احنا بدنا نشكركم استاذ حكم وست علا شكرا جزيلا لحضراتكم. صباحكم شكرا لكم بالتوفيق شكرا لكم شكرا لاستضافتكم.